شكرا يا ام محمد، واتمنى طال عمرك ما تقاطعيني طال عمرك، لان مساعده قاطعتيني بارك الله فيك، يكون ما نلجا اني صاله طال عمرك عندكم في القاعه تحت. طال عمرك انا الكلام اللي تكلمه سعاده الوزير هو يتكلم باسمه او باسم الحكومه، لانه يمثل الحكومه. اذا كان يمثل الحكومه انا طالب من الحكومه اغالته، لانه هو ما يتحمل الكلمات. ثاني شيء هو يتكلم يقول احنا ما زرنا المعارض، واعتقد احنا ترينا وياه وشفنا المعارض، واذا عنده كاميرات ممكن هو يطالعهم. احنا طال عمرك عندنا قياده ما تهين المواطن، دام عندنا ملك الانسانيه المواطن مرفوع راسه طال عمرك. دام عندنا ملك الانسانيه المواطن مرفوع راسه، خلي يسمع هذا الوزير، مو يقول يتكلم من المريخ. اذا هو ما يتحمل الكلام يقعد في بيته. سعادة النائب عفوا، اضطر ان اقاطعك واعطيك الكلام مجددا، ولكن لا لو سمحت لي، الجميع جميع المتحدثين في قبة البرلمان يجب ان تلتزموا بالتعبير بطريقة محترمة ومقدرة لكل الجهات ولكل المؤسسات ولكل الموجودين لو سمحت، وهذا طبعا لا احد داخلية تفرضها علينا وفق المادة 63. اعطيك الكلمة تكمل مداخلتك، ولكن ارجو ان تلتزم ذلك التعبير بالاسلوب الايجابي للطرح. تفضل. يا أم محمد، احنا الحمد لله متربيين ونعرف نقط الكلمه ونعرف الرد اللي بينا وراها، ما نقط الكلمه لقد الرد وعارفين الرد. انا ارد على هو رده هو، انا ارد عليه. انا ما جبت سيرته، انا جبت عن المعارض مال اللي حطهم الشو، قاعد يحط الارقام، اعتقد هاي الارقام وبدشين بالصحافه هو حطها. احنا طال عمرك دام عندنا ملك الانسانيه المواطن بخير. نعم، وانت تتحدث عن العدد المعارض والتوظيف لو سمحت، ليس عن شخص وزير ولا عن شخص اي شخص. لا 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 آخر. انا ما خليك في موضوع الوزير طال عمرك. نعم، في موضوع السؤال لو سمحت. يشهد الله يا ام محمد، ما لي شغل بالوزير، لا هو ذي الوزير ولا الوزاره اللي غيره. انا ريال حقاني واتكلم كلمه الحق. اذا كلامي في شيء خطا انا اتحمله يا ام محمد، يشهد الله انا مالي شغل فيه. واذا هو زعلان شيء راجع له، انا ما اتحمله. طيب خليك في موضوع السؤال، اترك موضوع التفاصيل الشخصيه، خليك في موضوع سؤالك اذا كان عندك اي تعقيب على رد سعاده الوزير. سؤالي طال عمرك كلمتين انا اقولها. اذا هذا الكلام اللي قطه باسمه هو انا مالي شغل فيه. لكن اذا يمثل الحكومه انا اطلب من الحكومه اقالته. واصر على ذي الكلمه اقالته، لانه هو يمثل الحكومه، واطلب من الحكومه اقالته طال عمرك.